سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي. نقاط على الحروف: حروب الإشغال في الخطوط الخلفية، انتبهوا للفتن. فيما العيون شاخصة نحو التهديد الأمريكي بالرد على الاستهداف الذي تعرضت له القواعد الأمريكية وأسفر في آخر العمليات عن مقتل وجرح العشرات من الجنود الأمريكيين، يبدو ذلك نوعا من الخداع البصري، لأن الأمريكي والإسرائيلي يتحدثان كثيرا عن الحرب وعن التسوية، وليس هناك لا خيار حرب ولا خيار تسوية. لذلك تصبح وظيفة الحديث عن الحرب مثل وظيفة الحديث عن التسوية، مختلفة عن الوظيفة التقليدية وهي التمهيد للحرب أو التمهيد للتسوية. تصبح الوظيفة هذه المرة هي إثارة الحديث عن الحرب وإثارة الحديث عن التسوية، لأن في إثارة الحديث فوائد وأهداف. يخرج تقرير في عدد من الصحف الأمريكية يتحدث عن بدء نقاش جدي حول خيار الانسحاب من سوريا، يشترك فيه البيت الأبيض مع وزارتي الخارجية والدفاع، وهو كلام صحيح، لكن القرار التنفيذي ليس على الطاولة، هو نقاش. ووظيفة الكلام ليست تهيئة الرأي العام الأمريكي لتقبل القرار، بل إثارة النقاش. أين؟ في صفوف من يفترض أنهم الأعداء، أي قوى المقاومة، حول فرضية الانسحاب. وبالتوازي تخرج تصريحات من وزارتي الخارجية والدفاع تنفي نيات الانسحاب، وهي لا تكذب، لأن ما يجري هو نقاش الخيارات، لكن بلورة الخيارات لم تتم بعد، وهي تتوقف على النتائج التي سوف يتركها الإعلان عن هذه النيات في صفوف الأعداء، أي قوى المقاومة ومن خلفها إيران وروسيا أيضا. والمقصود بالنتائج هنا ليس العروض التفاوضية التي يريد الأمريكي استدراجها فقط، بل الفوضى التي يريد زرع بذورها داخل صفوف أعدائه، والتنافس بينهم وإرباك تحالفاتهم وإشغالهم بالفرضيات والعائدات والأثمان والأدوار. بينما يأتي النفي يهدو بهدف أن يثير ارتباكا معاكسا وأن يطمئن الحلفاء الذين أربكهم الحديث عن الانسحاب. والأمريكي لا يهتم كثيرا لحلفائه، لكنه سوف يبقى يستعملهم طالما أن قوته باقية، ويريد أن لا يكونوا مربكين طالما أنه لم يحسم بعد قرار الانسحاب. في الحديث عن الحرب والتهديد بها، سواء ما يلوح به الإسرائيلي تجاه لبنان أو ما يهدد به الأمريكي على مستوى المنطقة، كل شيء يقول إن الحرب ليست على جدول الأعمال لا الأمريكي ولا الإسرائيلي، لأنها تفوق طاقة الإسرائيلي تجاه لبنان وتفوق طاقة الأمريكي على مستوى المنطقة. لكن الحديث عن الحرب يستهدف الحديث عن الحرب، لأن هذا الحديث يقدم منصة مزدوجة، هي من جهة منصة للحرب النفسية لإثارة القلق والذعر في أوساط لصيقة بمن يصفهم الأمريكي والإسرائيلي بالأعداء، أي قوى المقاومة، سواء على مستوى البيئات الشعبية ودفعها للخوف والذعر والضغط من أجل الفرملة ووقف الاندفاع في المواجهة، أو البيئات الإعلامية أو أصحاب المصالح الاقتصادية أو القوى السياسية والشخصيات المعنوية، بهدف إثارة البلبلة والقلق في صفوفها واستثمار حضورها للضغط على معسكر القوى المقاومة الذي يسميه الأمريكي والإسرائيلي بمعسكر الأعداء، بخلق مناخ الحرب أملاً باستدراج العروض لتخفيض مستوى التوتر والتصعيد تفادياً للحرب، فيقول نحن آتون للحرب بانتظار أن يأتيه من قوى المقاومة عرضاً يقول نحن عرض يقول نحن جاهزون من أجل تخفيض مستوى التوتر، تعالوا لنتفاوض. وبالتوازي يقدم الحديث عن الحرب منصة لقوى وشخصيات مماثلة، لكن أي اقتصادية وإعلامية وسياسية ومعنوية، لكن على ضفة مقابلة ومنافسة لمعسكر أعداء أمريكا وإسرائيل، أي معسكر المقاومة. الضفاف المنافسة والمقابلة هي داخل البلدان، يعني في لبنان سمعنا ضفافا مقابلة للمقاومة فيها مرجعيات روحية وسياسية وحزبية وإعلامية تتلقف الحديث عن الحرب لتقول إلى أين ستأخذون البلد؟ البلد لا يتحمل حربا أخرى، فتشكل مصدرا للإرباك ومصدرا للإشغال ومصدرا للإنهاك، وتصبح جزءا من عملية الضغط على قوى المقاومة. والأمريكي هنا
لا يتصرف على أساس أن هؤلاء حلفاء، يتصرف على أساس الاستخدام، سواء كان بعلم هؤلاء أم بدون علمهم. هو يثير لديهم ما يمكن أن يخرج من مواقف عدائية تجاه قوى المقاومة ليوظفها في حربه على المقاومة، ولو كانت هي حرب سياسية وإعلامية ونفسية. في الحديث عن التسويات، سواء على جبهة لبنان بما حمله هوكشتاين من مبادرات تتحدث عن إمكانية حل القضايا العالقة من حقوق لبنان الحدودية من الناقورة إلى مزارع شبعة، أو على جبهة فلسطين بالحديث عن الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، أو عن صيغة الهدنة وما تتضمن من تبادل ومن مساعدات إنسانية، فإن الأمريكي والإسرائيلي ليسا جديين بعد بالسير بأي من المبادرتين، بقدر ما يسعى كل منهما إلى استنهاض القوى اللبنانية والفلسطينية التي يمكن أن تنتظم خارج من يصفهم الأمريكي والإسرائيلي بالأعداء، أي خارج قوى المقاومة، وهذه موجودة، السلطة الفلسطينية فلسطينياً، وقوى من بقايا 14 آذار ومرجعيات تدور في فلكها لبنانياً، يبدون الاستعداد للتعاون أملاً بدور، ويشكلون مصدراً للضغط والإرباك لمعسكر قوى المقاومة. في هذا السياق يجري طرح صيغة تفاوضية لغزة تتضمن هدنة وتبادل، ويراد لها أن تتحول إلى موضوع انقسام في ضوء حالة إنسانية شديدة القسوة، ويمكن للمقاومة أن تجد صيغة تجمع بين الطروحات التفاوضية والهدف المحدد بوقف شامل لإطلاق النار وقطع الطريق على هذا التلاعب المدروس من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. والمقاومة في غزة هي الجهة المؤهلة لتقدير الأصلح والأنسب، وبين يديها سلاحها وأعداد من الأسرى ومستويات بينهم تستطيع أن تديرها وفق الرؤية التي ترى أنها الأصلح والأنسب، ولا يجوز لأحد أن يشكك من موقع ادعاء الحرص ويصبح مصدر ضغط على المقاومة في غزة لتبني خيارات ومواقف والدعوة للسير بها، باعتبار أنه يعرف مصلحة المقاومة أكثر من المقاومة نفسها. في هذا السياق أيضا، وبعد العملية الأخيرة للمقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية، يطرح الأمريكيون معادلة التفاوض مع الحكومة العراقية على الطاولة مقابل هدنة مع المقاومة لمدة شهر أو شهرين ينجز خلالها الانسحاب، وتعلن قوى المقاومة في العراق تعليق عملياتها، قوى في المقاومة يعني بعض قوى المقاومة. والأصح هنا هو أن المقاومة في العراق هي الأعلم بالأصلح والأنسب، لأن سلاحها معها أيضا وهي في الميدان وتراقب مسار المفاوضات ونتائجها ومصداقية ما يدور خلالها نحو برمجة الانسحاب. المهم الآن هو أن ننتبه جميعا لعدم التشكيك بالمقاومة، لعدم الطعن في ظهرها، لعدم إضعافها، لعدم تصويرها وكأنها تقدم التنازلات، والتنبه أيضا لمخاطر إثارة الفتن وإشعالها وإشغال وإرباك قوى المقاومة بخلافات بينية. وأول المعنيين هنا هم المقاومون في فلسطين والعراق، سواء لاتخاذ مواقف موحدة أو لحسن إدارة التعدد والاختلاف في الخيارات، بل تحويل هذا الاختلاف والتعدد من تحدي إلى فرصة لجعله مصدر قوة بتوزيع أدوار يستطيع قوى أطراف تستطيع أطراف المقاومة أن تستثمره لتعزيز وضعها التفاوضي. سلام القدس لكم وعليكم.